إعلان الدكتاتور يونس حاكم إسبانيا عن بدأ عملية التوسع الإسباني. إبرام اتفاق تقسيم ليبيا الشرقية مع دولة الهند الإنجليزية. نجاح الاتفاقية المبرمة بشكل كامل دون مواجهة أي أخطاء. تشهد الدولة الإسبانية تقدما كبيرا على الجبهة النيجيرية والتشادية وتضم عدد كبير من المدن تحت حكمها. إلقاء القبض على جاسوس الهند الإنجليزية في العاصمة الإسبانية وتخوفات من تضخم الموقف وإعطال اتفاقية التقسيم. نشكر لكم حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقات سعيدة.